يقول نشطاء إنه لم يجرؤ أحد على تهديم المنازل المتجاوزة وهي لباكستانيين، بينما قام محافظ النجف لؤي الياسري بتهديم منازل العراقيين على رؤوس ساكنيها كونها متجاوزة، وأهمل منازل المتجاوزين من الباكستانيين. هذا ما تداوله نشطاء عراقيون، والآن نتابع هذا المقطع عن ذات الموضوع. تكملة لما نشرناه يوم أمس عن الغزو الباكستاني للنجف لأشرف، اليوم أنا فوق المنازل اللي بناها الباكستانيين تجاوز طبعا، وفي أرقى مناطق النجف لا تشوفون، تبدأ المنازل من هذا المنزل وتستمر إلى أن طبعا ما تنتهي منها، هي تكون حول هذا الفندق اللي احنا به، اللي هو ايضا تابع للشيخ بشير النجفي. فهاي المساكن كلها الباكستانيين. بنفس الوقت اكو مساكن تجاوز العراقيين، امر المحافظ الياسري بتهديمها على رؤوس اصحابها، وفعلا هدمت في حي المكرمة وفي أغلب مناطق النجف العراقيين. أما الباكستانيين فينعمون بالأمن والأمان والبيوت والخدمات، طبعا الكهرباء ما تنطفئ عندهم نهائيا لأن ماخذين خط الطوارئ اللي هو من صحن الحيدر الشريف، وتشوفون على بحر النجف، يعني حتى المكان سياحي، وهاي منازلهم إلى أن تصل إلى هذا، كلها باكستانيين، إقامات ما عندهم، كل ما هنالك إن هم بحماية آية الله الشيخ بشير النجفي، والله يطيح حظك أمريكا.